الصيد بالصنارة متعة لا يعرف سرها إلا من جربها أو بالأحرى أدمنها، فهو راحة للبال وصفاء للسريرة، فأضحى هواية للملايين عبر ربوع العالم. لكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن الصيد يعتبر رياضة قائمة بذاتها، ولها قوانينها التي تنظمها ومنافساتها الوطنية والدولية المعترف بها. الرياضة تضبطها قوانين، قوانين هذه منبثقة من فيدراسيون انترناسيونال فيبس. من بين هذه القوانين يعني كما راكم تشوفوا الصيادين راهنا موزعينهم على دي سيكتور، وشاك سيكتور فيه 10 تاع لي بوكس، وهذه بوكس يعني 10 تاع لي بوكس تاع الصيادين. كملاحظين ولا كحكام لهاد الصيادين، عندنا من بين القوانين انه يحترم المسافه اللي راها معينتها في البوكس تاعه، يحترم الريغلومون اللي فيه الطعم اللي يستعمله، ما يديش طعم حي، وكان ريغلومون يتمشى في هذه المشاكل تاع الطعم، يحترم السلوكات والتصرفات تاعو مع اللاعب اللي منافس اللي حداه. الناس تسأل الفرق ما بين الصيد الرياضي والصيد الهاوي. الصيد الهاوي معناها حتى هو رياضي باسكو لا يدير ان اكزرسيس فيزيك، لكن هو في حد ذاته يكون وحده هكذاك يصيد بكل اريحيه. لكن الصيد الرياضي مقنن فيه 5 ساعات، وفي دوك ال5 ساعات لازم تصيد اكبر عدد ممكن من السمك اللي تقدر تتنافس فيه ما بين الصيادين الاخرين، والالافان حسبوا لك الاسماك تاعك ونعطوك نكونفيرتيو داك الغرام بالميزان بلي بوان، لان 1 بوان ايتيغال 1 غرام، ونزيدوا لك البونص ونخرجوا الافان ان شامبيون. الصيد هو واحدة من الرياضات التي لا تعترف بالسن، فالكل معني ما دامت الرغبة حاضرة. باسكو الرياضة هذه راهي تزيد تكبر، وراهي تزيد يعني كبرت بالبزاف، مي كل حاجة من مصاريفنا الشخصية، وكل حاجة احنا اللي نوسعوا عليها. بنادم يريح فيها راحة البال، انا نمشي على اساس شغل على جال باش تولاجي، هي هوايه مليحه. ومن بعد بليطار من طورت هذه الهوايه تحولنا من الصيد العادي للصيد بالسيرف كاستينغ. السيرف كاستينغ يعني شغل فيها مسابقات دوليه وعالميه ووطنيه. شيب وشباب يقطعون مسافات طويله، بل ان بعضهم من ولايات داخليه وليست ساحليه، لكن الاغراء اكبر من المسافات، حيث يقصدون مختلف الشواطئ والمسطحات المائية من أجل الصيد. هو هاوي للصيد بالقصابة دي فوا، زعما هاد الهواية عجبتني بزاف، نديبلاسو دي فوا 50 كيلومتر 60، خطرة مستغاني موهرا مجيت مرسى. انا كيما نقولها جينا 1000 كيلومتر عادا كي انا كي ليكيب تاعي سوا لي زيكيب تاع الشرق، وان شاء الله بون كوراج لي زيكيب اللي جاوا كامل سواء من العاصمه سطيف قسنطينه غليزان. ما بون مدينه قسنطينه ما فيهاش البحر، اقرب نقطه يعني اللي صيدوا فيها يعني ناس قسنطينه راهي نقولوا 75 كيلومتر حتى 80، اللي هي مدينه سكيكدا. سكيكدا صياد قسنطينيه هبط مدينه سكيكدا يصيد، يعني ما شاء الله عندنا لي بلاج في الشرق كاين جيجل سكيكدا القاله المرصى عنابه، يعني دي بلاج ما شاء الله. الهوايه هذه يعني تستهوي بزاف من القسنطينيين يعني بشهاده الجميع، ومش غير يعني كي نقولوا قسنطينه كاين ناس راهي من بسكره قسنطينه راهي قريبه شويه البحر. كاميرا الشروق نيوز رافقت احدى المسابقات الرياضيه وقضت مع الصيادين ساعات طويله من الليل قبل ان تتواصل المغامره نهارا، ورافقتهم لغايه المرحله النهائيه ووزن الاسماك قبل الإعلان عن المتوجين. والحمد لله يا ربي أول مشاركة لنا في التروفي هذا، لعبنا جات أجواء مليحة، خاوات لقينا مع حبابنا، كاين ناس من الغرب ما نشوفهمش بزاف، لقينا قصرنا والحمد لله. ويا الشرف إني دوزيام تروفي تاعي في الفينك، الأجواء كانت رائعة. رياضة الصيد تبقى تبحث عن نفسها في الجزائر.
كان تحصل لي الشرف ولعبت في المنتخب الوطني اللي يمثل الرايه الوطنيه للصيد الرياضي هذا. رحنا لعبنا في تونس العام اللي فات، وكنت انا مع السته اللي راحوا، ودرنا باركور شباب. لعبنا اول خطره تاعنا يعني تجربه جديده لينا، كاس العالم ماشي كيما البطولات هذو اللي نلعبوهم ولا اللي تروفي هذو اللي نلعبوهم. ما عندناش فيدراليه، الدروك ما عندناش فيدراليه، والفيدراليه باش تندار تندار بتضافر الجهود، يليق كيما نقول لك يليق لي جروب يكونوا اورغانيزي ويكونوا بليزاغريمون تاعهم. الماتيريال الحمد لله لا متوفر، لي داني طون برك هادو من العامين من كورونا ورواح شويه الغلا شويه في الماتيريال تاع الماتيريال دو باش غلا شويه. الرياضه هذه في الجزائر راهي في طور، نقدر نقولوا في طور النشاه، هي رياضه عالميه على كل حال، غير كما كانت من كوب دي مود في طاليان، كان عندنا نخبه جزائريه مثلنا تماك احسن تمثيل. كما راكم تشوفوا الصيد الرياضي عنده كما يقولوا ماتيريال سبيسيال، خيوطة سبيسيال، وكاين قوانين اللي تتحكم في هذه اللعبه، ماشي اروح وصيد برك. والنتيجه كما راكم تشوفوا هنا، الله يبارك. ونعاود اونكور اون فوا خصنا فيدراليه ان شاء الله، وزاره الصيد وزاره الشبيبه والرياضه، ترافقنا تسهلنا الامور لانشاء ان شاء الله فيدراليه، لكن لي او موا يشاركوا كل عامين لو شامبيون دو موند. بارابور لتونس هوني الحوت ثم الكاليبر اكبر، في تونس يكون اصغر، في تونس الكونتيتي ممكن احسن شويه، اما هنا الاولاد قالوا لي حتى الكونتيتي هوني من العوام الفارطه كانت موجوده. رياضة مثيرة جدا ولها جمهور واسع من مختلف الأطياف، تبقى بحاجة لمرافقة، خاصة وأن عدد ممارسيها يتزايد من عام لآخر، في انتظار ميلاد اتحادية للصيد الرياضي حتى يكون لها مستقبل مشرق.